خير، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا، وهو كمستأجر شو هي الحقوق اللي لازم تعرفها قبل ما تستأجر. طبعا قبل الأجار أهم حق أو لازم تعرفه أنه لا يمكن للمالك التمييز ضدك بسبب العرق أو مكان المنشأ أو الأصل أو الدين أو الجنس أو العمر، حتى الميول الجنسية، الحالة الزوجية كمان مش لازم، الوضع العائلي أو إذا لا سمح الله عندك عجز. برضو على سبيل المثال صاحب الملك أو العقار إذا رفض مثلا إنه يأجرك لأنك قادم جديد إلى كندا أو كان لديك أطفال. طبعا في شغلة هون، نقطة مهمة اللي هي موضوع الكريدت تشيك، ممكن يرفضك عشانها إذا ما كان عندك كريدت، مش عشان إنك قادم جديد، بس عشان أركز على الموضوع. طبعا مالك العقار لا يمكنه انهاء عقد الايجار الخاص بك في حال خروج زميلك او الروميت اللي معك. هاي النقطة مهمة جدا، في كتير خاصة الطلاب ما بيعرفوها. النقطة الثانية، عفوا، لا يمكن لمالك العقار تعديل اتفاقية موجودة او العقد اللي انتم مبرمينه دون موافقة كتابية ومسبقة. يعني لازم يكون عندك موافقة جديدة موقعة منكم اثنين ان كنتم موافقين على التعديل هذا. مالك العقار ايضا لا يمكن ان يطلب منك رسوم اضافية او ودائع عن الايجار. الوحيد اللي ممكن يطلبه هو شهر ان ادفانس عند توقيع عقد الايجار، بسموه 13 month I think او اشي زي هيك. مالك العقار أيضا لا يمكنه تأجير شقة غير آمنة، يعني إذا فيها مشاكل security wise، مثلا الشباك مش موجود أو الباب مش موجود أو مثلا السقف تبعها أو فيها مي dripping، هاي كلها غير آمنة للسكن. لا يسمح لمالك العقار أن يطلب معلومات خاصة فيك، مثلا أسماء إخوانك أو security تبعتهم، لكن ممكن يطلب منك أو جواز سفرك أو أوراق التأشيرة أو رخصة القيادة. لكن قانونيا ممكن يطلب منك أي إثبات للشخصية، اللي هو ممكن يكون الدرايفنج لايسنس أو جواز السفر وتاريخ ميلادك والسوشيال انشورنس نمبر، عشان يعمل عليك فحص الكريدت اللي هو فحص الائتماني، لأنه بدهم يهتموا أنك أنت ممكن تدفع الأجار. ايضا لمالك العقار لا يمكن ان يدخل شقتك بدون اشعار قبل 24 ساعه نوتس، الا يعني لازم يعطيك ورقه يقول لك او يجي يحكي لك على الاقل انه خلال 24 ساعه بده يجي على البيت عشان يسوي شيء او عشان يورجي البيت لاحد، الا في حالات الطوارئ، مثلا المية نزلت عم بتفور، الحالات الطارئة، في صار فاير لا سمح الله، هاي الأمور مسموح إنه يدخلها. في شغلة مهمة اللي هي تأمين المستأجر، أنت مش ملزم فيه، لكن بالحصول على هذا التأمين، هذا التأمين يعني في ناس كتير ما بتلتزم فيه أو ما بتهتم فيه، لكن إذا لا سمح الله صار حادث أو حريق، حتى لو أنت مش المتسبب فيه، أوكي، تأمين البيت اللي مأمنه مالك العقار بريكفر البيت تبعه اللي هو الستركشرز، بس ما داخل البيت مثلا العفش، الممتلكات، الكمبيوتر، كل هاي ما بيغطوا لك اياها لانك مستأجر. فعشان هيك لازم تسوي شغلة اسمها tenant insurance، هاي مهمة جدا اذا انت مش ملزم فيها، لكن أجين أنت لازم تكون معروف. الخدمات الحيوية لازم تقدم للمستأجر دائما، مثل التدفئة، المياه الساخنة، الباردة، الكهرباء، الوقود. الوقود ممكن يكون غاز طبيعي طبعا. لا يمكن لمالك العقار إيقاف هذه الخدمات حتى أنك لو لم تدفع الأجار، في قانون وفي كورت إذا ما دفعت الأجار، بس هذه الخدمات لازم تظلها موجودة. هلأ ممكن انه يوقفوها لفترات قصيرة حتى يعملوا اصلاحات او اشياء زي هيك. هذه الامور برضو انت لازم تكون واضحة في العقد،
هل انت هتدفع الكهرباء، هل هتدفع المية، هل ال الكهرباء والمية مثلا جوه الدفع، جوه الاجار اللي انت دافعه، اذا دافع مثلا انت 1500 دولار، هل هذا يدخل في الكهرباء والمية ولا لا؟ درجات الحرارة، هلا في اماكن او شقق اللي بتحكم في درجات الحرارة بشكل عام اللي هو المالك العقار او صاحب العمارة. ففي الفترة من 1 سبتمبر ل 15 يونيو لازم يكون في تدفئة ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية او اكثر. اوكي، طبعا بتختلف من مدينة لمدينة، في مدن يمكن اكثر لانه بيكون عندهم البرد اكثر. طبعا ممكن تعرف عن طريق الموقع البلدية او تسأل الايجنسيز اللي حواليك المسؤولة عنها. معظم العمارات الكبيرة فيها هواء مركزي أو ضغط للهواء المركزي، وحدة تبريد أو تكييف مركزية. طبعا هذه حسب القانون أنه يجب أن درجة الحرارة تكون لا تزيد عن 26 درجة مئوية من يونيو إلى أيلول اللي هو الشهر التاسع. فعشان هيك لازم تكون عارف هذه المعلومات عن درجات الحرارة. لأن النقطة اللي بعدها، مالك العقار ممكن يرفع الأجار مرة واحدة كل 12 شهر، لكن رفعة الأجار هاي إلها نسبة محددة ضمن حدود قانونية. يعني مش بيجي بيرفع لك مثلا 500 دولار، لا، في إلها نسبة محددة، مش عارف النسبة بالضبط لأنها بتختلف من منطقة لمنطقة، لكن إلها نسبة محددة قد تكون 2% 5%، موجودة ممكن تعمل عليها سيرش. طبعا في اول ما تعمل الاجار او تستاجر بيت في نسخه عقد، هذا العقد لازم تحصل على نسخه منه بكتب فيه اسم المالك، عنوانه، كيف راح تدفع، شو الواجبات اللي عليك، شو الانكلودد داخل الاجار. هاي الامور لازم تكون انت عارفها قبل ما تبدا الـ 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 قبل ما تبدا او تستاجر البيت. هاي شوية معلومات حبيت أشارككم فيها، وإن شاء الله تستمتعوا فيها، وإن شاء الله تعملوا لها شير وسبسكرايب للقناة وتستفيدوا جميعا. أهم شيء إنكم تستفيدوا، هذا الهدف من هذه القناة. وإذا في عندكم أي أسئلة حطوها في الكومنت، ويعطيكم العافية.